بلش العد التنازلي لتبدأ أحلى 30 يوم بالسنة، أيام قليلة على أول يوم سحور، أيام قليلة على سماع صوت التراويح بكل مكان، أيام قليلة على اللمة الحلوة بوقت المغرب ووقت السحور، أيام قليلة على خير رمضان وحسنات رمضان وغفران رمضان، عن هديك الفرحة بأول يوم رمضان، عن الزينة والفوانيس، عن اللمة والضحك، عن السهر وصلاة التراويح، عن لحظة وأنت معصب وتقول اللهم أني صائم. رمضان قرب، يعني الفرحة واللمة وكل شي حلو قرب. رمضان شهر الصيام هو فرصة إلنا لحتى نتوب لربنا ونطلب منه المغفرة ونتقرب منه. لازم نستغل أيام هالشهر بالطاعات ونعمل كل شي بيحبه رب العالمين وبيرضي عنا. اللهم بلغنا شهر رمضان، شهر الغفران، شهر القرآن، شهر البركات والخيرات، ومندعي دايما إنه الله يتقبل منا ويجعلنا بهالشهر من العتقاء من النار. آمين يا رب العالمين.